ممكن حد يعملها قدامنا لان احنا عايزين نشوف الموقف اللي بيبقى عامل ازاي. ليه المفروض هو يعيد الجمله تاني بطريقه تانية؟ ما انا عشان كده بسال. احنا عايزين انا قلت جمله هي قالت جمله نقفل ولا نكمل نقول حاجات تانية. يعني اقولها بطريقه تانية مثلا. هي ما انا فسرت لك يا محمد هي نفس الجمله اللي انت قلتها. انت لك حق بجمله. هالجمله اللي بتقولها لك حق تلون فيها قد ما بدك. اه يعني ممكن يا لما تخلص الجمله اقول لها نفس الجمله تاني بس بطريقه تانية. لازم هيك لازم هيك. الشراب بتاعك توم كروز فايد جوه في الاوضه. ايوه يعني فين الشراب بتاعي؟ فين؟ ما قلت لك جوه في الاوضه. دينا حبيبتي فين الشراب بتاعي؟ فين الشراب بتاعي؟ الشراب بتاعك جوه قلت لك في الاوضه. ايوه يعني مش لاقي الشراب بتاعي. يعني ايه مش لاقي الشراب بتاعي؟ يعني مش لاقيه. وانا بقول لك الشراب بتاعك جوه. طب تعالي هتقولي كده فين بقى الشراب بتاعي؟ انت تقدر تجيبه. انت مش فاهمه انت فين الشراب؟ ما انا عاوز الشراب دلوقتي. شفتي؟ بس الشغلة بس الشغلة يلي دينا نقصتها. لا لاحظوا هو كيف راح تصعيد. دينا دليتك 10 مرات قلتي ذات الإحساس وذات الجواب. يعني انه انا شانتال بحبها كثير. بتحبها؟ ايه بحبها. بتحبها لشانتال؟ ايه شانتال بحبها. وانا لا تعلي صوتك. وانت وانا اعطوني جملة تانية. يلا يلا بعد ما اخيرا نحط لهم النقطة. أربعة على عشرة. أربعة على عشرة. مرتضى بتروح معي على الجيم؟ إيه يا راجل. مرتضى بتروح معي على الجيم؟ إيه أروح على الجيم خلاص. شو قلت لك؟ خلاص يعني مرتضى بيروح معي على الجيم؟ لا تحكي عن صوتك بليز. أروح على الجيم خلاص. واو مرتضى على الجيم. طيب زهقتني يا زلمة. زهقتك على شو؟ على شو؟ طلع بحالك بتعرف على شو؟ لا تعلي صوتك. على شو؟ بدي اعلي صوتي. صوتي بدي اعليه. تعلي صوتك. ليش؟ ليش هيك؟ ليش؟ ليش هيك؟ ليش؟ تعلمي الأدب. يعني عكس بعض. حدا كتير نظيف ومرتب ومهفهف وحدا مجوم. خلص ويلي ما بيعرفوا بعض. ما بيعرفوا بعض ليه؟ لانه انت دائما اذا شخص ما بتعرفيه تاخدي وقتك قبل ما تحكي معه. يعني ما في حديث. فممكن يكون كلمه نوم بس ما في ضروره يكون في حديث. لما شافك انا برايي رافائيل ما يعني انت جيت تساعدني. يلي عملته حلو انه جربت تضحكه بس هي ضلت هي ذاتها. يعني مثلا حلو هي ما تحط له لوينات هي ما كان في تاخذ منه الشابو. يعني اول مره بضحك، ثاني مره بضحك مع لوينات، ثالث مره بضحك مع شابو. ما بس ايام ريبيتيشن يعني ريبيتيشن حلوه بضحك. يعني انه لا عرفت اي بدك تعرف شغله. نحن بنكون متفقين شو نعمل. يعني لازم تتفقوا انه فات حزين بلش يغني بس انت فوتت وقف يغني. شايفك مبسوط، شايفك عم بتقرا عم تكتب مساج، بكي عويناته اوريدي بالارض. لما انطب وقع الشابو تبعه صاروا عويناتك والشابو بالارض. لما وصرت تغني بحزن اكثر.
حبيبي هجرني وراح بسبب ما بقيت نفرح حبيبي هجرني وراح بسبب ما بقيت نفرح واليوم راني عيد شكوني داوي الجرح واليوم راني عيد شكوني داوي الجرح. وأنا بموت فيك. شو صدق؟ ضرني الله الجمال. لك بكفي هي طابرة قلبي هي طابرة قلبي شو عبالك ما وصل للمساج مزبوط شو شو يا حياتي اه بحبك 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 ده شو عم يصير فيي وانا بحبك يا قلبي بحبك كثير قولي لي بعد مره بعد مره بليز طب طب بس 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 اوصل بتقولي لي اياها قدامي بوجهي عن جد لك ان شاء الله تموتي انت وياها يا عم حياتي لك بكفي حياتي راعوا مشاعرنا راعوا انت وياها طب سكري 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 شو تي خبرني جمالك ما لك بكفي انت ما عندك احساس يا عم بكفي حبيبي اجرني وراح جني جني شفت كيف تركب احلى ويا ريت بس غنيت يعني هيك يا ريت غنيت ونقزه جني يعني يا ريت غنيت اكثر لحظه هيك ممكن نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم اوكي انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى
تلعبها علي يا معلم وراح تعيط لي. ان شاء الله يتفرقوا. اوكي قلت له انا لا محمد فسروا لي شو قبل هادو بليز بدي شو فهمتوا ايه محمد كان زعلان مع حبيبته وبعدين صفوا بسبب اغنيتها يعني غيرت المود يعني غيرت المود ان هو زعلان اوكي بس شو التمرين؟ شو الشخصيتين العكس بعضهم يلي شفناهم؟ يعني انا كنت مبسوطه مش مبسوطه انا عندي مشكله نفس المشكله تبعه بس انا مبسوطه عامله حالي مبسوطه ايه وداخله هيك مبسوطه عم بضحك فهو انا قلبت له المود تبعه هو قلب لي المود تبعي بحركاته هيك بس